نسافر إلى الخلدة وعدنا الباري ترى ببراقك، وعدنا زرعة الطين بالغربة، وعدنا تنام برغل ين نفسك أبي، تنام برغل ين نفسك أبي. اليوم صادف ذكرى 400 الفنان المرحوم محمد السبع كمؤسس هواجس وكمؤسس النخيل العراقي، اختار ننظم هذا المعرض بهذه المناسبة. المعرض شارك فيه أكثر من 40 فنان تشكيلي، حضروا معنا من الناصرية ومن ديالة ومن تكريت أيضا ومن الكوت، فهي المجموعة والفنان أيضا أمل ثابت من اليمن مشارك معنا، هو يعني فشيء بسيط قدمه للفنان الله يرحمه. بالنسبة لي أنا كمنية يعني أعتبر العراق هو بلد الثاني، ما في أي اختلاف، عاداتنا تقاليدنا جدا متقاربة من بعض، طباعنا باشراتنا كثيرة هواية، بس نتعامل في مرضى الطبيعي يعني عادي. على الطبيعة، على الخضرة، على الاسترخاء، بيت كوخ منعزل. الواقع هذا معرض مبادرة طيبة من جماعة هواجس وفناننا، لازم نذكره. هذا تقييم ان روحه طيبة ولا هو حياته ما تكرم الرجل، وهي فنانين من يموتون الله يكرمهم.